اهلا بكم اعزائي مشاهدي تلفزيون الوطن، ومعاكم في تغطيه اخباريه جديده. بنشوف حوالين العالم الاسعار وصلت لفين، والمواطنين ازاي بيقدروا يتعاملوا مع حاله التضخم الكبيره اللي بيمر بيها العالم كله في مختلف الانحاء. يعني كلنا في الوقت الحالي متابعين الازمات اللي بتعيشها دول اوروبا والولايات المتحده الامريكيه بسبب ازمه التضخم وارتفاع الاسعار، وهي الازمه اللي بتستمر تداعياتها الخاصه بارتفاع مستويات التضخم والزيادة الكبيرة في أسعار السلع بكافة أنواعها، بداية من الطاقة وصولا للسلع غير الأساسية وكمان الأغذية. احنا مش بنتكلم على دولة بعينها، احنا بنتكلم عن مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا وزارة التجارة الأمريكية كانت أعلنت بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي لشهر سبتمبر سنة 2021، وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية عن أن التضخم السنوي ارتفع في البلاد بأسرع وتيرة ليه من أكثر من 30 سنة، وده على الرغم من انخفاض الدخل الشخصي. فمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بما في ذلك الغذاء والطاقة ارتفع ل 4.4% على أساس سنوي في سبتمبر، عشان يسجل أسرع وتيرة نمو ليه من يناير سنة 1991. في المقابل سجلت أوروبا معدلات تضخم هي الأعلى في 13 سنة تقريبا، وده في أكتوبر سنة 2021 في ظل أزمة الطاقة اللي بتواجهها القارة العجوز حاليا، واللي أكيد كلكم متابعين تفاصيلها. يعني مثلا بلغ معدل التضخم الكلي 4.1% على أساس سنوي لهذا الشهر وفقا للبيانات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، وهي أعلى مستوى من منذ شهر يوليو سنة 2008. خلونا نقول ان الأزمة العالمية الحالية اللي بيتعرض لها الملايين حول العالم ظهرت نتيجة الخلل في سلاسل التوريد والإمداد اللي تسببت في ارتفاعات كبيرة سواء في الطاقة أو في السلع الأخرى. يعني مثلا أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا سجلت ارتفاعات بلغت 500%، في حين ارتفعت سلع بنسب من 15 إلى 30% في بعض الدول. علشان كده مراقبي الأسواق بيتوقعوا استمرار الأزمة وارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية ممكن توصل بالعالم إلى ما يسمى بالركود التضخمي، وده اللي بيعتبر الخطر الأكبر اللي بيهدد كافة الدول. القلق ده واللي بيكبر عند المتخصصين يوم بعد يوم خلاهم يحذروا من أزمة اقتصادية كبيرة ممكن العالم كله يواجهها في الفترة اللي جاية بسبب الآثار السلبية المحتملة للتضخم. واحدة من المؤسسات التابعة للبرلمان الأوروبي عملت استطلاع رأي حول ارتفاع تكلفة المعيشة في أوروبا في الوقت الراهن، ونتيجة الاستطلاع ده قالت أنه 90% من مواطنين الاتحاد الأوروبي عندهم قلق من نمو الأسعار، وأن ارتفاع تكلفة المعيشة هو المشكلة الأساسية الرئيسية ل 93% من الأوروبيين، بيانوها خطر الفقر والإقصاء الاجتماعي بنسبة 82%. استطلاع الرأي ده أشار إلى أن نمو الأسعار بيؤثر بشكل رئيسي على اليونان وقبرص وإيطاليا والبرتغال، وكمان أشار إلى أن ارتفاع الأسعار بما فيها أسعار الطاقة والغذاء بيلاحظ في جميع الفئات الاجتماعية الديموغرافية، وكمان بين الأشخاص ذوي التعليم والمهن المختلفة. الحقيقة أزمة الاقتصاد الكبيرة اللي بيعيشها العالم دلوقتي يعني باتت ملحوظة أمام الجميع، خصوصا الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بتظهر توابعها بشكل كبير خلال الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، والدول دي على مدار الفترة الأخيرة بتحاول بأي شكل إنها تتخطى المرحلة بأقل خسائر ممكنة. نتمنى ان شاء الله انه الفترة اللي جاية تعدي على خير، وانه العالم كله يعدي من الازمة الاقتصادية الحالية يعني بامان وباقل الخسائر الممكنة بحسب يعني التوقعات السوداوية لخبراء الاقتصاد للفترة المقبلة. نرجو انها يعني ما تبقاش بهذا الحجم البشع اللي بتدرسه كل التوقعات واللي بتؤكده الدراسات الاقتصادية الحالية. مشاهدي تلفزيون الوطن، بكده نكون وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية والتغطية اللحظية اللي بنقدمها لحضراتكم على مدار الساعة. بشكركم جدا، كنت معكم أنا عبد الرحيم الليسي، ونلتقي في تغطيات أخرى.